فيها سودانيين بدمائهم، دمائهم الطاهرة. نترحم على كل الذين قدموا دمائهم طاهرة من أجل الثورة ومن أجل الحرية. ونتمنى الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين في هذه اللحظات التي نتحدث فيها. لم يرعوي العسكريون في السودان وما زالوا يمارسون نفس الممارسات القديمة التي قامت ضدها الثورة من أجل الثورة. كنا نظن أنهم قد تفهموا طبيعة السودانيين ورغبة السودانيين في المرحلة الجديدة التي بدأتها الثورة في السودان، مرحلة الانعتاق من الحكم الشمولي ومن الحكم العسكري القابض على أعناق النساء والرجال، يطاردون السيدات في الطرقات، يتعدون على الجامعات والمدارس. ما هذا؟ لأي سبب؟ أي قانون؟ أي حق يجعلهم يرتكبوا مثل هذه الجرائم؟ أنا أحييكم في وقفتكم لي، وتأكدوا أن معكم في سفارة السودانية، وأنا شخصياً لست وحدي، هنالك العديد من الزملاء الدبلوماسيين والسفراء في عدد متزايد من السفارات الذين يقفون معه. يسقط حكم العسكر. مدنية. وأنا أحيي من هنا الزملاء والزميلات في الخدمة الدبلوماسية في رابطة السفراء السودان الذين عبروا بوضوح عن موقفهم موقفا مساندا لشعبه. هذا لا أستغربه عليهم لأني أعرفهم حقا، وأحييكم وأحيي وقفتكم هذا، وأحيي كل السودانيين والسودانيات الشريفين والشرفاء الشريفات في كافة مواقع العمل وفي كافة الجاليات في الولايات المتحدة وفي مواقع أخرى. وأنا على يقين أن صمودنا ووقفتنا واستمرارنا في معارضة هذا الانقلاب وتؤدي نتائج إيجابية بإذن الله. الردة مستحيلة.